السلام عليكم. مدرب السياقة بلغازي شعيب. هذا السؤال هذا مؤخرا كان تكتبوه تيسألوني متتبعي الكرام على الإشكال ديال المدار اللي ما فيهش التشوير، وتيتلفوا فيه تيقولوا شكون اللي غادي يسبق، شنو المشكل. هذه غادي نوضح هذا الإشكال هذا، وهو غادي نسبقوا أولا المدار اللي تيكون فيه التشوير أو تيكون فيه الضوء. القاعدة معروفة وكنت شرحتها شحال من مرة، وبالخصوص الدرس التاسع في القناة اللي بغي يفهم مزيان راه مفصل مزيان، دخلوا باش تفهموا. ولكن فاش يكون مثلا هاد المدار ما فيهش التشوير، اما هاد المدار هذا تيخضع لإعادة تأهيل او إعادة الإنجاز وما تيكونش التشوير كما تتشوفوه الآن هنا في الصورة. هنا توقع واحد الارتباك، كاين صنف من السائقين كيمشي مع الموجة، إما كيتبع القاعدة ديال حق الأسبقية اليمين كما تتشوفوا، أو كاين اللي تيتبع القاعدة ديال ليس لكم حق الأسبقية، بمعنى كيمشي كيخلي الملصق يدوز. وهنا تيوقع واحد الارتباك. هنا بالخصوص كما تتشوفوا شتو داك الاكتضاد اللي كاين والارتباك، هنا ممكن يوقع اشكال تتكون الخطوره. علاش؟ لان في اللحظه اذا شي واحد زرب يقدر يطيح في الفخ كما تتشوفوا هنا. كذلك في المقطع الاخر هنا الصوره كانت قديمه، يعني الفيديو كان قديم، نفس الاشكال كاين الارتباك. هنا في هذه المرحله الاخيره كنت مشيت مؤخرا، سهلوا على السائقين في هذه المرحله هذه، سهلوا عليهم كما تشوفوا هنا في هذا المقطع الاخر الجديد. هنا في هذه المرحله سهلوا على السائقين المأمورية وخدموا لهم الضوء الاصفر، وهنا الاسبقيه اليمين، يعني فاش الضوء الاصفر تيبدي كليونتي يعني راه الاسبقيه راه خصكم تتبعوا اليمين، يعني الاسبقيه اليمين. او في حاله مثلا هاد الضو هذا كاين قائم، يعني داك البوطو كاين وما خدامش، راه الاسبقيه اليمين، راه هذه القاعده القديمه. غادي نرجعوا لهنا، عندنا حتى هنا حنا هنا في اليمين واحد المدار تيوقع فيه الارتباك، كاين شي بعض المدارات ولكن غادي نخصص هذا بالخصوص اللي كاين في في في, الما في في المنطقه ديال عين اسردون، يعني في جيت الولايه. هنا كما تتشوفوا هذه المتدربه طلقت لها السياره ووضحت لها هذا الامر هذا. هنا غادي ماركي ستوب، غتوقف فاش غادي تجيب الدوره كما تتشوفوا، غادي تجيب الدوره وغادي توقف. علاش؟ لان كما قلت لكم الناس تيمشيو، السائقين تيمشيو مع الموجه، عاتي وصل الرون بوان صافي تيخضع لهذيك القاعده ديال ليس لكم حق الاسبقيه، غادي يقول صافي هذاك مولاي غادي يسبق ونوقف، اما لي فوسط الرون بوان يخطا او هذاك اللي جاي غادي هو اللي واقف. اذا هنا راه القاعده الا جبتي الرون بوان وكاين ستوب راه غادي توقف بدون نقاش. اذا ردوا البال، اللي جا لهاد المنطقه هادي رد البال. الاشكال اللي تيوقع وشنو السبب في المدار اللي ما تيكونش فيه التشوير، غادي نتكلم معكم بغض النظر مثلا هاد السائقين اللي ما تيفهموش القانون او تيفهموه، علاش يوقع هاد الارتباك. كما قلت لكم كما تتشوفوا اذا كان هاد المدار في حاله ديال التاهيل او اعاده الانجاز او الانجاز او الاصلاح خص تفهموا، وانا كنت قلتها مسبقا في دروس قديمه، ان النظام الجديد ديال المدار ما بقاش دائما الاسبقيه اليمين، النسبه الاغلب والسائد، وهو المدار غالبا تيكون فيه دائما ليس لكم حق الأسبق، يعني مول الليسر، إلا في حالة واحدة واستثنائية فاش يكون هذا المدار مركزي، يعني تيكون مثلا في واحد السونتر ديال المدينة أو في منطقة تيكون دائما فيها اكتضاد. إذا باش غادي تنظم كلشي تيتجمع في هذيك المنطقة تنظموها بالضوء. إذا إلا كان الضوء راه معروفة القاعدة، إلا درتي راه غادي تدور وتوقف، ولا الأسبقية دائما اليمين. أو كما تتشوفوا هنا فاش يكون هذا المدار هذا مثلا في لحظة
الاصلاح او اعاده الانجاز او تاهيل، تيكونوا مثلا ندير هنا هذا المدار هذا وفي الوسط ديالو فرقوه بواحد الخط، يعني هذاك الباسواي. هنا القاعده شنو غادي تكون؟ واخا ما يكونش تشوير، راه هنا ملمن، لان راه ضروري غادي يحطوا يوضعوا دوك البوطوات ديال الضوء، وهنا غادي تطبق القاعده ديال ملمن. اذا الا كان الاضواء والتشوير راه معروفه القاعده، ما كانش خصكم تردوا البال. مثلا فاش يكون مثلا هذا المدار ما فيهش تشوير، وكان فيه مثلا رجل امن او دراكي، وكان في حاله تاهب لحاله مثلا طارئه، ردوا البال، راه هنا غادي يولي هو غادي يسير، يعطي الاسبقيه، يقدر يعطي الاسبقيه للمول يسار، يعطي الاسبقيه لليمين. اذا هو تتخدعوا السلطه ديالو. ولا ما كانش مثلا هذا المدار ما فيه حتى شي تشوير، ولا فيه شي بوطو ديال يعني هذوك الاضواء الثلاثيه كي تكون خدامه ولا ما خداماش، خصكم تردوا البال. غادي نمر معاكم ونوضح لكم هذا الاشكال ديال المدار ما تيكونش فيه تشوير. اشنو هو الحل؟ الحل خصكم تكونوا اذكياء. كيفاش؟ مثلا فاش كتدخل لهذا المدار هذا بدون تشوير، كما قلت لكم خص السائق يكون ذكي ويدخل بواحد السرعه قليله، ويقوم بواحد القراءه ديال الوضع، تيشوف كيفاش غادي يتعاملوا السائقين، ولمن غادي يعطيو الاسبقيه. واخا تكون انت عارف، هو ثلاثه يكونوا ما عارفينش، ولا جوج يكونوا ما عارفينش، ولا انت تكون ما عارفش وهما عارفين. اذا باش هنا تيوقع هذاك الارتباك، اذا خصكم تدخلوا بواحد السرعه قليله. في حاله الى جبتي الدوره ما تدورش بسرعه، دور غير بشويه، باش حتى الى كان غادي يوقع الارتباك تتكون السرعه قليله، تيعرفوا كيفاش يتصرفوا. وهذا الشيء اللي تيعجبني هنا في الدار البيضاء، عندهم واحد السياسه، يعني واخا داك الاكتضاد تيتعاملوا، وتي يعني كما قلت في واحد المقطع تيسلكوا، تيحاولوا يتعاملوا مع الوضع وتتكون السرعه قليله، وتيتسامحوا بعضياتهم باش ما يوقعش الاشكال. لان فاش يدخل كلشي للوسط، الا ما كانوش واحد ثلاثه ولا اربعه يعرفوا كيفاش يسيروا الوقت، راه كلشي غادي يبقى واحل، ولا الا ما كانش بوليسي تما كتيوقع اشكال. اذا دائما خصكم تتعاملوا مع الوضع في الملتقى، يعني المدار اللي ما تيكونش فيه تشوير بذكاء. اذا كان بوليسي او دراكي قلت لكم راه تكون المأمورية سهلة في حالة إذا كان إشكال، ولكن لما كانش خصكم تدخلوا للملتقى بسرعة قليلة وتردوا البال وتقيموا الوضع وتتعاملوا مع السائقين، كاين اللي تيكون عارف وكاين اللي ما تيكونش عارف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.